داشمية على حدود منطقة الجزاء. داشمية يحاول التقدم، تمر الكرة مباشرة من أمام، نقلة وتسديدة وفي الجول. هدف أول، هدف أول ينفض مدرجات الكونغو فرحا. هدف أول يأتي أمامنا لصالح منتخب الكونغو. لوفومبا اللي كان بتمريرة ما أجملها لعبها لدوكس الحاضر أمامنا في الصورة، ومباشرة ما صدق وجد الكرة أمامه لتعانق الشباك وتعلن عن أولى الأفراح. شوف مرور كان أمامنا، لوفومبا تمريرة أبعدت وتحت ذلك استلام وتسديدة تنفض الشباك بهدف ما أجمل ما أجمل في اللقطة الماضية. هدف من الأهداف الرائعة في البطولة. وحارس المرمى إريك، حارس المرمى لم يحرك ساكنا، لأن الكرة الماضية لن تحرك لها ساكنا إلا أن تأتي بها من الشباك يا إريك. الشوط الأول شوف الضغط يأتي من وين، انطلاقة أمامية، لا وقت لا وقت، محاولة داخل منطقة الجزاء، زوبا في الجول. أخيرا تعود رواندا وترسم الفرح على مدرجاتها، بل تنتفض مدرجاتها فرحا بهدف أول طال انتظاره، طال انتظاره بعد صمت طال المدرجات. ها هي صرخة الفرح تأتي، ها هي الابتسامة تأتي لمدرجات الكونغو بعد مدرجات رواندا بعد طول انتظار، طول انتظار. هدف يأتي أمامنا أخيرا. إرنست سوغيرا، ظل منتخب الكونغو منتخب رواندا متحفظا في شوط المباراة الأول، مدافعا في شوط المباراة الأول، بمجرد أن تقدم ونوى درب الهدف أتى الهدف بتسديدة مباشرة تعانق الشباك وتعلن عن الهدف الأول 1-1. وقلنا يا جماعة، قلنا بأنه الهدف الذي أتى لمنتخب الكونغو في الشوط الأول هو دعوة للاستمتاع بشوط ثاني بكل تأكيد. تقدم كان أمامنا، تسديدة ممتازة تعانق الشباك وتعلن عن الهدف الأول في المباراة لمنتخب رواندا 1-1. 1-1 واحد واحد إذن. تسأل مدرب منتخب رواندا، هنا المحاولة والكرة ملعوبة، خطير الكرة الماضية مرة تعدد. لو تسأل مدرب منتخب رواندا، قطعا بالنسبة له أمر رائع ركلات الترجيح، بل أمر يتمناه ركلات الترجيح مدرب منتخب رواندا، يتمنى ركلات الترجيح، لأنه يعني بالنسبة له كإمكانيات الكونغو أفضل بكثير، أفضل بكثير كإمكانيات الكونغو. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وهنا الحديث هذا قبل المباراة، قبل المباراة. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، محاولة لكرة رأسية، كرة في الجول لصالح منتخب الكونغو، وتعود الأفراح مجددا لمدرجات الكونغو بهدف يأتي على غفلة واحتفالية أجمل من الهدف، أجمل من الهدف. كرة رأسية تأتي، يا دوب قلنا مدرب رواندا عايز ركلات الترجيح كما قال قبل المباراة، ولكن الآن تأتي الفرحة قبل ركلات الترجيح برأسية من القادم من الخلف بادو تعانق الشباك، تعانق الشباك، تعانق الشباك الكرة إذن، وتعلن عن الهدف، تعلن عن الهدف. شوف رأسية مباشرة تعلن عن الهدف لصالح منتخب، لصالح منتخب الكونغو بهدف من القادم من الخلف بادو بعد أن مل الانتظار في الخلف، يتقدم في الأمام ورأسية تعانق الشباك، والآن استمتع بما هو قادم، الآن استمتع بما هو قادم.
وانطلاقه في الامام عن طريق منتخب رواندا. تقدم حاضر امامنا والكره الى رمية التماس. الكره الى رمية التماس مباعده من جانب لوما ليسا. رمية التماس ملعوبه مباشره في الامام، محاوله التقدم واشاره الى وجود خطا لصالح منتخب الكونغو ولجويل كيمواكي. لجويل كيمواكي ملعوب الكرة مباشرة داخل منطقة الجزاء. حاول وكرة تلعب مباشرة إلى لوفن. تمريرة تصل لي يعني يلعب الكرة مباشرة. تقدم فيها الأمام وكرة ملعوبة. الكرة الرأسية تصل لحارس المرمى، تصل سهلة إلى حارس المرمى ماتنبي. تصل لماتنبي وعلى طريقة كيابا أيضا ما تنبي، خصوصا لما تكون متقدم وتحتاج للوقت. ملعوب الكرة مباشرة في منتصف الملعب. ريكي تولينجي نقلة في الأمام من جانب ريكي تولينجي، محاولة المرور والتقدم من ريكي تولينجي ولكن تستخلص كرته بعد ذلك. ريكي تولينجي يلعب الكرة مباشرة للأمام. تمريرة ومحاولة هنا في الأمام. دقيقتان هو الوقت بدل الضائع بعد أن انتهى الوقت الأصلي حتى الوقت للشوط الإضافي الثاني. كرة تعود، حاول للتقدم ما زالت هنا أمامنا. مرور حاضر عن طريق اللاعب الرائع لوفومبو، واحد من الأسماء الجميلة اللي قدمت أداء من أجمل ما يكون لوفومبو. تمريرة تلعب مباشرة لي الأمام وكرة سهلة مع حارس المرمى ماتنبي. سهلة مع ماتنبي. بانجالا ساقط على أرضية الملعب. بالسلامة لبانجالا. وهنا صورة الفرح حتى الآن مرسومة على مدرجات الكونغو وجماهير الكونغو التي تتراقص طربا وفرحا، ولكن هنا ترحم في الجانب الآخر على جماهير رواندا. قدمت بطولة رائعة، قدمت بطولة كبيرة رواندا. الكونغو تلوح بأعلامها، بالجماهير تلوح بعشقها حبا وتشجيعا ومؤازرة حتى الآن لفريقها والكونغو. أعتقد جمهورها رواندا وإن كانت علامات الحزن مرسومة ومتوسدة على محيا كل جماهيرها، ولكن أعتقد أن فريقهم له الاحترام والتقدير وسيجد تضحية بعد المباراة لفريقهم على ما قدم في هذه البطولة. الصورة واضحة، صورة واضحة تماما لجماهير الكونغو، جماهير رواندا. ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء، لا يأس، لا استسلام حتى الآن. مو بعد الكرة مباشرة تعود بايسينغ يلعب الكرة، وهنا المحاولة داخل منطقة الجزاء ما زالت هنا أمامنا. تبحث عن درب المرمى، كرة ما زالت أمامنا. التقدم في الأمام والتمريرة والبحث عن تسديدة. ضاعت وكادت مع أن تتحول إلى تراح لأفراح، ولكن الافراح الختامية لمنتخب الكونغو الديمقراطية. الكونغو اذا تتأهل
للدور نصف النهائي بعد فوزه على صاحبة الأرض على